السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة هنتكلم عن دعاء بعنوان ما أجمل هذا الدعاء. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم يا أكرم الأكرمين أن تحفظني مع أناس أحبهم فيك. طبعا ده فضل الحب في الله. اللهم في الجنة أسكنني وأسكنهم، وعن النار أبعدني وأبعدهم، ومن رزقك الحلال ارزقني وارزقهم، ومن العافية زدني وزدهم، وبمغفرتك ورحمتك اشملني واشملهم، يا سامع الدعاء يا واسع العطاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.